وللمزيد من المتابعين ينضم إلينا أستاذ جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني. أستاذ جمال، يعني بعد التحية، ما هي دلالة إعلان المنسق العام للحوار الوطني افتتاح فعاليات الحوار الأربعاء المقبلة؟ يعني كان مجلس الأمناء قد اجتمع يوم الأربعاء الماضي في جلسة رقم 23 وضع التطور للجلسة الافتتاحية الأربعاء. نحن نتحدث عن يعني مرور عام وثلاثة أيام على دعوة ومبادرة الحوار الوطني الذي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في 26 إبريل من عام 2022 عام الماضي في إطار الأسرة المصرية. وبالتالي الآن يصبح نحن أمام يعني مرور عام وثلاثة أيام. يعني مجلس الأمناء خلال الجلسات طوال العام وضع الأسس ويعني الأرضية التي ينطلق منها النقاط في جلسات الحوار. أخذت وقتا طويلا، كل جلسة تغرق ما بين 8 إلى 10 ساعات، 113 قضية، 20 لجنة، 44 مقرر ومقرر مساعد في هذه اللجان. يعني استوت يعني أو يعني أخذت حقها من النقاش كل هذه القضايا في المحور السياسي والمحور الاقتصادي والمحور المجتمعي. وجاء وقت يعني انطلاق الحوار لتبدأ يعني النقاشات في الجلسات الرئيسية بمشاركة كل القوى السياسية والأحزاب والنخب والمقصرين من مختلف الاتجاهات السياسية، بما يحقق يعني النتائج والمفردات المرجوة التي سيتم رفعها للسيد رئيس عبد الفتاح السيسي كما وعد عندما أطلق المبادرة. ولحالتها إما للمجالس النيابية والتشريعية أو إلى الحكومة لاتخاذ إذا كانت تحتاج إلى قرارات تنفيذية. ويعني خلينا أكد كمان إن مجلس الأمناء حرص في هذه الجلسة المهمة والتي حسنا. أستاذ جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.